برنامج الحلقة خاصة زيارة خاصة. شحال فيه تقريبا؟ عندي واحد ملاحظة. طبعا انت كاتبة طبيبة نفسانية، النقطتين فوق بعض. الانتحار شبح يخيم على المجتمع وهذه أهم أسبابه. عادة عندما تكتبي هذا العنوان بهذا الشكل هذا، قصدك تكتبي اسم الطبيبة، تقولي الطبيبة النفسانية فلانة الفلانية، نقطتين فوق بعض، هذا كيتسمى اقتباس. اشتغل مع الأستاذ الغني عن تعريف طلحة جبريل، هي ميزة جيدة بالنسبة للطلبة اللي تتلمذوا تحت على يديه، وهي إضافة أيضا للصحفي المحترف المستقبلي. طبعا الأغلبية للصحفيين اللي تمرسوا على يد الأستاذ طلحة جبريل هما صحفيين متفوقين في مجموعة من المنابر الإعلامية بمختلف المجالات اللي يعني سواء كانت سمعية بصرية أو إذاعية أو إلكترونية. مشروع الدار يضم في الواقع موقع إلكتروني وويب تي في، والجانب الذي يهمني أنا هو صحيفة ورقية يفترض أن تنطلق مع بداية السنة الجديدة. ما هي القيمة المضافة التي تجعل لهذه الصحيفة مكان؟ واحد، فريق هو الذي ينتج المادة الصحفية وليس صحفي واحد، فريق على الأقل 3 أشخاص. عندما تقع حادثة ما أو يقع تجمع ما أو حدث ما، يذهب 3، وكل صحفي من هؤلاء 3 يكتب من زاوية معينة، ثم تجمع هذه المادة في مادة واحدة وتكتب بشكل رشيق من أجل أن يكون لدينا كم هائل من المعلومات. هذا الشيء الأول. الأمر الثاني الذي هو جديد، مفهوم جديد الآن ساد في الغرب، يتحدث عن رئيس تحرير المادة. نحن نعرف رئيس التحرير هو قائد الفرقة، ولكن ممكن أن يتحول الصحفي إلى رئيس تحرير لمادته.